والثبات وجعل في ذلك النصر والفتح المبين. أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. كلكم يتذكر تلك الأيام وما قدمه كل فرد منا رجالا ونساء شبابا وصغارا. مرنا الكويت كلكم تنمير، لكن اللي تلام دين نغسو تحضرم لمتوه لمت الخير إن شاء الله. تغوصا تنزواليت تنترحم في دم من يخافورنا الشهدانا اللي شون يدم ننسن باش ندر تليلي الحرية اللي نتردد دا الخوا الحقوقنا اللي زرفاننا غير العاطي الخير أعطانا ومن الغدير أوانا الكريم برحمة والانا الله يا مولانا أعطانا المولى يرزقنا الله في التالية والأولى ويعطينا الصبر ماش نبنو دولة وترد أيامك زاهية وجميلة بعد وطني مشيك لا تلغولة ترجع أيامك بالصبر مش بالحيلة نقوم الليل ونصيم النهار بطولة وندعي الله اليوم ينزل سيلة تغسل الدم اللي بيتنا به مبلولة ونبدو نطردو العادي نبدو سبب رحيلة. وسام إلى أسرة الشهيد زهير علي عسكر. أسرة الشهيد سفيان علي ميلاد. أسرة الشهيد سفيان علي ميلاد. أسرة الشهيد عصام مسعود عسكر. إلى أسرة الشهيد محمود عيسى بركيد. أسرة الشهيد محمود محمد سليمان. الشهيد خالد علي بغني. الشهيد خالد علي أسرة الشهيد عبد الحميد سالم بغني. أسرة الشهيد مروان صالح بغني. أسرة الشهيد عبد الحميد محمد بن زيد. عبد الحميد محمد بن زيد. نحتفل بأعيادنا دائما وفينا لوت فيها شباب دائما عندهم بادرة الاحتفال وبادرة العمل التعاوني
وهذا البرنامج اليوم هو عبارة عن تعاون من شباب نادود لإحياء ذكرى الشهيد وإحياء ذكرى 17 فبراير. نسأل الله لهم التوفيق ونسأل الله أن يجمع البلاد على كلمة خير وسواء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه دقيقة رئيس مجلس الأعلى مسيح ليبيا. طبعا اليوم قمة مأدبة هذا بحضور أسر الشهداء 17 فبراير وأسر شهداء البركان وأسر شهداء فجر ليبيا وأسر شهداء كل من ضحى من أجل نيل الحقوق والحريات وأن تقوم دولة مدنية دولة المساواة والعدالة بين كل الليبيين.